بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، هديكم اسعار كده سريعه للميكروفات. تمام، دي كده الميكروفات اللي موجوده عندي اهي. تمام، عندي في التورنيدو اللي هو الفوق ده، اللي هو تحت الابيض ده، 25 لتر سيلفر عامل 3989. الجامبو الهوفر برضو 25 لتر بشوايه عامل 6239. تمام، في الشارب موجود عندي، الشارب 43 1000 واط بجريل سيلفر اللي هو اللي فوق ده. تمام، عامل 7039 جنيه. وفي شارب 25 لتر اهو يا جماعه، اللون بتاع سواء السيلفر او الاسود. تمام، الناس بتحب طبعا الشارب 25 عليه اقبال كتير يعني. ده 900 واط في شوايه عامل 5669، وده حلو يعني، هو اقتصاده سعره حلو وانكاته حلوه. في ال جي ال 42 لتر سيلفر بالجريل عامل 10690. تمام، وضمان ال جي بيكون الميكروف، ضمان ال جي بيكون 10 سنين. اللي تحتيه ده 42 لتر سيلفر 8990. عندي برضو اللي هو الاسود بتاعه عامل 9890، 42 برضو. تمام، في بقى اللي هو ال 25 لتر ال جي اسود 6990. عندي بقى في اللي هو التورنيدو 25 لتر سيلفر بشوايه عامل 4659. عندي اللي هو التورنيدو 36 لتر سيلفر بشوايه 5849. اهو يا جماعه ده الشكل بتاعه. تمام، عندي بقى اللي هو الصناي 30 لتر فضي، اهو ده الشكل بتاعه، معلش طبعا عشان المراوح محطوطه قدامه، ده عامل 4300. ناخد كده برضو اسعار الفرن، فرن ليفون 42 لتر بالشوايه اسود عامل 2735 اللي هو ده يا جماعه. اللي تحتيه شارب 42 لتر شوايه مروحه، وانا برجح شارب في الافران، ب 4479. تمام، وفي الفريش اهو 48 لتر عامل 2405. عندي بقى الصنايعي 60 لتر 3900، يعتبر رخيص بالنسبه لحجمه. عندي الشارب اهو يا جماعه اللي هو ال 60 لتر بشوايه ومروحه 5429. في التورنيدو 46 لتر شوايه ومروحه 2449. وفي برضو اللون التاني بتاعه في ليفون 45 لتر بالشوايه اسود. تمام، بكام؟ ب 3245 ليفون اهو يا جماعه. عندي فريش 65 لتر ب 2650. ده كده اسعار الافران واسعار الميكروفيت، الحاجات اللي مش حاطط عليها سعر مش موجوده. تمام يا جماعه، ان شاء الله بقى الفيديو الجاي هقول لكم على اسعار القلايات البطاطس. عندي الفيليبس، وعندي الكنود والبلاك اند ديكر بالموديلات بتاعتها، وعندي الصناعي. تمام يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.